Salam alaikum les amis, معاكم كريبتو بالدارجة واليوم جيت معاكم بأون فيديو إكسبليكاتيف غادي نفهمو فيها وغادي نستوعبو كيفاش غنديرو باش نلقاو العملات الرقمية الإنفجارية ولا العملات الرقمية اللي كيسميوهم بالانجلي كريبتو جيمز. هادوك العملات اللي كيديرو 10 5 15 120 مرة القيمة اللي غادي تستثمروها ولا القيمة اللي غادي تلقاوها نتوما فيها. كيفاش هما الطرق اللي غادي نخرجوهم على نعرفوهم على من طريق انستغرام من طريق يوتيوب ومن طريق تويتر اون بلوس ديال الطرق المعتاد الخدمه بها هي خلاص كوين ماركت كاب و كوين جيكو و اون بلوس دو كلكو بيتي تيبس اللي غنعطيكم انا في هذا الفيديو باستعمالا ديال السيت ديال ميساري دوت ايو. الوغ بقاو معنا في لا فيديو باش تعرفوا هاد الاسرار هادو كاملين وشاهدوها حتى الاخر. يلا الوغ اولا وقبل كل شيء الحاجه اللي غتكونوا كتعرفوها كاملين هي بان كوين ماركت و تيلي ما كنتوش كتعرفوها كوين ماركت كاب هو سيت كوين ماركت كاب دوت كوم فيه الكلاسمون ديال لي كريبتو موني على حساب الماركت كاب. تقدروا نتوما تكلاسيهم على حساب الماركت كاب تقدروا تكلاسيهم على حساب لو بري لي بغيتو ولكن نورمالمون هو كيكلاسيهم لنا على حساب الماركت كاب. كاين كوين ماركت كاب وكاين كوين جيكو هما جوج ديال لي سيت اللي اكثر تداولا ولا اكثر معمول بهم في المجال ديال العملات الرقميه. الوغ باش تعرفوا كيفاش نديروا باش نلقاو العملات الانفجاريه الحاجه اللي هي اسهل حاجه هي غادي تهبطوا وغتبقاو هابطين 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 كل ما هبطتوا كل ما راه الماركت كاب هنايا كينقص. هنايا في الصفحه الاولى عندك 100 لي كريبتو المية الاولين كاملين عندهم ماركت كاب تقريبا فايت مليار ديال الدولار كاملين قرابين المليار ديال الدولار. وكل ما زدتوا بعتوا في هاد لي في هاد لو كلاسمون ديال كوين ماركت كاب كل ما كيزيد ينقص الماركت كاب ديال هاد لي كريبتو وكل ما نقص الماركت كاب ديال هاد لي كريبتو كل ما كان كل ما كانت لا كريبتو موني عندها بوتونسييل انها تطلع للفوق. والا كان لا كريبتو موني اللي غادي تشوفوا بحال دابا نجيو الى خدينا بحال دابا هذه غير الصفحه الثانيه الصفحه الثانيه اللي جينا نشوفوا من 400 مليون ديال باش توصل ل 100 الاول خاصها او موان خاصها دير فوا جوج فوا ثلاثه المشروع ديالها ولا بلوتو الماركت كاب ديالها بورسو يكون المشروع مزيان. ديزون كو هادو كاملين اللي كيكونوا هنايا كيكونوا ديجا عملات رقميه عندهم واحد السيطره في السوق وعندهم واحد عندهم سون ديجا ايتابلي ديجا كاينين ديجا موجودين ديجا عندهم ملايين ديال الدولارات في الماركت كاب ديالهم. وكل ما كحزينا وبعدنا كنلقاو بان هذا الماركت كاب كي صغار وكيكون بلوس دو بونسين الا تكون عمله انفجاريه اللي غادي تحقق لنا ارباح كبار في منين غادي يتلقى منين غادي تعرف هاد الكريبتو ولا منين غادي تعرف اكثر. الوغ اول حاجه اللي غادي نديروها هذه هي لا ميثود لي بوكو بلو سامبل نقولوا حنا غنقولوا اسهل ماشي اسهل طريقه ولكن الطريقه اللي هي لا بلو فاستوديوز ولا اللي فيها اكثر ديال التعب هي غادي تدخل وغادي تمشي تقلب بحال دابا هنايا ايفريبيديا اي كيو انا بانت لي هادي غادي ندخل غادي نقول هنايا شنو هي هاد ايفريبيديا فوقاش تلونسات فوقاش تلونسات تلونسات هادي في 2018 وفي 2021 خلال الشهر ديال مي وصل الثمن ديالها تقريبا نص ديال الاول تايم هاي ديالها هاد ايفريبيديا. غندخلو نشوفو السيت ديالها شنو هو واش خدام ذا بلوك تشين انسيكلوبيديا هادي مزيانه بحال دابا هادي ان ايكوسيستم اوف نوليدج اون ذا بلوك تشين دير اون بلوك تشين ديسنتراليزي بوبولار ارتيكلز اها سي تادا كاينين الناس خدام بها 153 ايديت في الداي نشوفو في الداي 23 سي تادا كو سي ان تروك كي مارش اللي مازال خدام عندنا هادشي دي
2021 c'est actualisé عندهم ريديت ديالهم ندخلو له ندخلو ايفيبيديا il y a 10 jours il y a 2 jours il y a 3 jours المهم كاين تحرك فهاد تقدروا تدخلوا حتى التليجرام ديالهم وتشوفوا علاش زعما شنو هي هاد لا كريبتو هادي وتسولوا تنجوما ويكون عندكم معنويه بلوتو معرفه اكثر على شنو هاد لو بروجي وشنو كيدير bridging the real world and the metaverse with the brain dao powered by the IQ token مزيان هذا introducing brain dao هذا بروجي بحال دابا عمله انفجاريه تقدر تكون انفجاريه في المستقبل واخا شنو سميتو كنشوفو هنا بان الماركت كاب ديالها طالع شويه فما طالعش بزاف 121 مليون ماشي بزاف ولكن نقدروا نلقاو شي عمله اكثر انفجارا من هذه ولكن هذه 400 كلاسمون 401 تقدر تكون عندها ان ريتور سور انفستيسمون اللي هو مزيان الا طلعت للتوب 100 اللي غادي يدير لنا هما 11 المرات شنو كاين زعما الماركت كاب الانفستيسمون اللي غادي نديرو حنايا الوغ ثاني حاجه وهي الحاجه اللي غادي نديروها هي غادي نجيو لهنايا وغادي نشوفوا هاد ريسنتلي ات غنديرهم بالكولا مور وغادي يخرجوا لنا الكوينز اللي بحرات ليست خصكم تعرفوا واحد الحاجه ان بالقيمكم ديال هاد العمليه هادي راكم كتكسبوزاو بزاف ديال لي ريسك انكم تسكاماو انهم يسرقوا لكم فلوسكم ولكن خصكم تعرفوا تقوموا بالابحاث ديالكم بوحدكم و قبل ما تانفيستيسيو ضربوا 100 تخميم وتخميمه عاد تحطوا فلوسكم في ديك لو بروجي وحتى تعرفوا عليه مزيان الوغ هنا بحال دابا انا بلي هادي زادت 7 ديال السوايع في البلوك تشين ديال ليتيروم الفوليوم ديالها فوليوم كونسيكون 31 مليون ديال الدولار كوين ويب فولي دايلوتد ماركت كاب هو مليار مهم غادي يكون قل الماركت كاب طبيعة غادي يكون قل 33 مليون هادي 7 ديال السوايع شنو هاد كوين ويب غندخلو نشوفو كوين ويب دوت اي او وغادي نقلبو عليها كروس تشين كومبيوتيشن بلاتفورم الو اها صادق Coinway platform, we're bridging blockchain together, bringing blockchain together. C'est-à-dire que qui connecte les blockchains. بزاف بحال دابا عندك بزاف ديال لي بلوكتشين وهما غادي يكونوا بحال اللي قلتي الويب ديال هاد لي بلوكتشين منها الاسم ديال Coinway. هادي كتبان لي حتى هي عندهم peut-être ça peut être une blockchain اللي تقدر طلع دغيا working code coding star anchor to litecoin coin web node synth fund me complete هادو رود ماب ديالهم نشوفو رود ماب coin token نقلبو على شنو سميتهم على لي زارتيك بحال دابا هنا لي زارتيك اللي عندنا فوربس هذا ندخلو نشوفو شنو هما هاد لي زارتيك وخصكم تعرفوا هاد الحاجه بان الا لقيتو بحال دابا Forbes par exemple كاين forbes.com وكاين بحال دابا تقدروا تلقاو forbes.india ولا forbes.malaysia ولا .brazil ولا ما عرفت شنو خصكم شنو سميتو تفيريفيو مزيان بانه forbes.com حيت في دوك لي سيت الاخرين يقدروا الناس كيديروا دي بوبليكاسيون سبونسوريزي صدق تيخلصوا الناس اللي كي ديريجيو ديك لو سيت باش يبوبليو لهم دي زارتيكل كي سون بلوز او موان كريديبل باش نتوما تيقوا الوغ هادي سي forbes.com ما عندنا حتى شي مشكل ليتست ابديتس لي زارتيكل فيديو ندخلو نشوفو هادشي لي بارتنير ديالهم كوكوين شيما لانش باندا كابيتال ماستر بو بيركس كابال سكاينيت بي ام كونتاجو دوتش كريبتو انفستور ماركن ها مزيان ونشوفو حاجة مهمة هي ان التيم ما تكونش تيم انونيم تقدرو تلقاو دي بروجي اللي فيهم تيم انونيم ويكون ان تخي بون بروجي بحال دابا يوني سواب سي تيم انونيم ولكن طلع بانه بروجي
qui il en vaut la peine. ولكن la plupart des projets qui connaissent les teams anonymes, ma كنتيقومش حيت يقدروا à n'importe quel moment drug pull out, c'est-à-dire que حيدولكم les avoirs ديالكم ويمشيو بهم. Alors, حاجة واحدة أخرى أنكم تدخلوا تشوفوا الكوميونيتي ديالهم شنو كتقول وشنو هي لا كوميونيتي ديال هاد الناس هادو. نديرو rejoindre Telegram, نديرو ouvrir, غادي حلنا Telegram و غادي ندخلوا نشوفوا شنو هما هاد لي كريبتو ديال هنايا مازال ما طلعوا لي اسمحوا لي كوين ويب نديرو فيو اون تيليغرام اوفر لابليكاسيون كوين ويب ها هي كوين ويب فوالا شوفوا كوين ويب بيت مارت لايف ام ويز كوين ويب جيت ريدي فور ذا موست بروميزينغ كروس تشين كومبيوتينغ بلاتفورم نشوفوا بيند مسجز admin will reach according to you مهم عندنا تقراو داكشي اللي كاين ديال لا كوميونيتي ديالهم نكيتو تيليغرام ورجعوا الكوين ماركت كاب هذه طريقه واحده اخرى باش نشوفوا لي كريبتو ديالنا عندنا واحد الطريقه واحده اخرى اللي هي نشوفوا تريندين كوينز نشوفوا تريندين كوينز و La plupart du temps, les icônes matalins, bzaf, hal daba hada metapet déjà tla f 30 yom tla 450% déjà bzaf, il y a kan icône chi coin matalach déjà bzaf, ce serait bien bach hit koul ma kan le point d'entrée dialkom tayh ltaht koul ma ikon le potentiel dialkom le potentiel de gain li ghadi tqadrou tahqqouhom el arbah li ghadi tqadrou tahqqouhom yqdar ikon kbir bzaf هذا ميتا بيتس هذا ميتا بيتس واصل دابا 0. مهم بزاف ديال الاصفار 577 الميتا بيتس كوين ندخلو نشوفو عاوتاني شنو كاين واحد اخر غاس داو بيبي فلوكي بليونير هادو خلاص انا ما كنشوفهمش ميتا فوتبول Binance Coins, Mutlof Potion, هادو معروفين Solana, Axie Infinity, هادو كاملين معروفين ولكن كيبقاو trending Star Atlas هو معروف شوية plus or more عند الناس أكثر من واحد آخرين ولكن كيبقى كمام عملة اللي تقدر تزيد ترتفع حيت الماركت كاب ديالو مازال 226 مليون ديال الدولار مازال يقدر يطلع ويوصل شي حاجة بحال Axie Infinity 5 ديال المليار ديال الدولار هي شي حاجة كبيرة Galaxy Hero Coin هذا par exemple كي بان لي انا كوين بين غادي يكون اون رابور مع ديك الشيء ديال الميتافيرس Galaxy Heroes Coin فوقاش خرج كنشوفوا لا دات ديال الخروج ديالو ما بعيدش باش خرج لو 20 لو 10 نو لو 10 لو 5 10 خرج في سبتمبر شتنبر 2021 وطلع الثمن ديالو 0.7 حتى ال 1000 هي 10 د المرات ورجع حتى بحال اللي قلتي دار منين خرج حتى لدابا حتى 3 د المرات سيتادير كو مازال تقدروا تربحوا فيه هذا جالاكسي هيرو كوين الا كان توكن ديالو زعما ما عرفتوش واش باينس ماتشين سيتادير توكن الا كان هذا التوكن هذا عنده بروجي اللي مزيان وبروجي اللي غادي يربحنا ندخلو نشوفو السيت بعدا نشوفو شنو هو هاد Galaxy Heroes Coin Galaxy Heroes Coin Heroes Galaxy Heroes Coin Alors Galaxy Heroes Coin Galaxy Stakes Galaxy Swap Galaxy NFT Our Utilities The Most Interstellar Coin of 2021 Alors Team Brian Summer OG Toby Lamar WebDev bien ils ne sont pas anonymes on chauffe le vidéo d'hier home galaxy what is galaxy heroes coin after one of the biggest cryptocurrency crash in history on May 19 2021 the market experienced winter that stretched over several months
waves of corrections. Altcoins following Bitcoin and Ethereum's trend broke through a new high in October. In the month of October 2021, a dark horse was born, the Galaxy Heroes coin. What is GHC? GHC, short for Galaxy Heroes coin, was founded by Brian Sumner from the United States and launched on October 1st, 2021 with a total supply of 1 quadrillion coins. GHC is a superhero-themed NFT token. People who hold GHC genuinely appreciate space heroes in the real world that have made tremendous contributions to human space exploration, and are also hard fans of superheroes that exist in the fictional world. What's its tokenomics? GHC's tokenomics consists of 3% in the liquidity pool, 2% in marketing, 2% the buyback wallet, and 2% towards the dev wallet. What utilities of economic model does it possess? GHC's utilities include several staking farms, NFT marketplace, GameFi, GHC swap, and Ethereum cross-chain bridge with Solana bridge in the works. Staking. GHC's staking farm offers high APRs and allows holders to stake in a number of ways. Holders can now choose single and or dual token staking to NFT. GHC board of every transaction on the GHC. مهم هاد لا كريبتو هادي كتهضر على السوبر هيروز اللي كاينين في لو مون ديال لا فيكسيون. الناس اللي عزازين عليهم السوبر هيروز ديال لو مون ديال لا فيكسيون او بلوتو توكن ديال جالاكسي هيرو كوين او ان بلوس دافوار شنو سميتو الناس اللي ديجا مشاو لسباس واللي هما دي هيرو في الحياة ديال بصح تا هما كاينين دي كارت ديالهم و شنو سميتو عندهم سواب ديالهم و ستيكينغ وعندهم غير دار ان اف تي. مهم كاين يقدر يكون بروجي مزيان الا كانوا الناس كنعرفوا بان الناس بزاف عزيزين عليهم لي فيلم مارفل لي كوميك عزيزين عليهم توسكي سبايدر مان عزيزين عليهم عزيزين عليهم بزاف ديال الحوايج سا بو اتر كيلكو شوز دو بيان. اذا دخلتو وزدتو شفتو شنو كاين في تويتر قلبتو على قلبتو على لوغ بارتنير هنايا هذا لي اكستشينجز اللي كاينين فيه هوت بيت مزيان البنك اها ما كاينين حتى شي حتى شي شي اكستشينج كبير اللي هو مزيان ميم با كاين في كوكوين سيتادير كو الى تليستاو في شي اكستشينج اللي هو كبير بحال كوكوين ولا باينانس ولا زيد اف تي اكس ولا زيد وزيد غادي يكون لا كاين بيت مارت. مهم ديجا الاكستشينج كيلعب دور كبير ولا ما كانوش بزاف ديال الاكستشينجز كانوا في اكستشينجز ما معروفينش ولا كانوا بحال دابا غير في بانكيك سواب ولا في يوني سواب ولا في شي ديسنترلايزد اكستشينج ومازال ما تحطوه في اكستشينج اللي هو سنترلايزد كيكون لو بوتونسيال ديالهم طالع اكثر. الوغ ندوزو لوتر ميثود بيان سور توجور او نيفو ديال كوين ماركت كاب ولا بيان سور كوين جيكو غادي ديرو هنايا بلوتو فين هو هذا هنايا غادي نديرو بحال دابا بيجست جينرز وغادي نشوفو هنايا نشوفو من التحت بيت سول فاينانس طلعت 47% ما تشوفوش من الفوق حيت الا كان ديجا طلع بدي نيفو اللي هما حالين معنا ما نديرو بهم غنشوفو من هنايا من التحت وتبقاو تقلبو وتوجور ديرو نفس العمليه. وعاوتاني واحد الحاجه واحده اخرى هما توب ديال اللوزرز غامركم ما تاخذوا شنو هذا فوالا توب ديال اللوزرز عمركم ما تاخذوا هادو اللي كيمشيو ب 99 فاصلة هذا حيت هادو كيكونوا روك بولز بحال دابا سانتا داش غيكون سيغتينمون روك بول فوالا هادشي اللي كاين تلقى فوالا ها انت ومشى صدق كو تروك بولاو هاد الناس هادو داكشي اللي كان حيدوه سرقوه الناس اللي داروا هاد سانتا داش.
مهم هادو عمركم ما تتاخدو هادو اللي الفوق ديما بعدو على هادو اللي كتشوفو فيهم 99.96 ولا ما شحال هادو بعدو عليهم بان لانهم لا بلوبار دو طون غادي يكونوا دي روك بول بحال دابا هنايا غنشوفو حنا غنبعدو تاع على هذا ديال شيبا نشوفو هاد ويتشر فيرس باغ اكزومبل هاد ويتشر فيرس ويتشر فيرس شنو هاد ويتشر فيرس ويتشر فيرس فوقاش تلونسا تلونسا لو 29/12 c'est-à-dire تلونسا البارح هاد ويتشر فيرس ويتشر فيرس ماركت كاب ندخلو النت ديالهم ونشوفو شنو هاد ويتشر فيرس كوين ماركت كاب كوين جيكو هذا الا كنتو كتعرفوا دو ويتشر سواء من لو جو سواء من نتفليكس لا سيري نتفليكس غتكونوا كتعرفوا سيغتينمون دو ويتشر هذا اي مي باري كو باغين يديروا ان ميتافيرس ديال دو ويتشر عليها دو ويتشر فيرس نشوفوا لا باند انونس تريلر ديالهم شنو كيقدموا لنا le 28 décembre c'est ma holia connexion tricacla واحد شوية مهم عندنا لا باند انونس تقدروا تدخلوا تشوفوها انا عندي شويه انترنت ثقيله سا مي باري ان تروك كي اون رابور مع ذا ويتشر مي ما بانليش بان كاين التيم ولا شي حاجه اللي كتباكي هاد ذا ويتشر فيرس ذا رود ماب فيز 1 فيز 2 جروين ذا كوميونيتي pre-sale on DX phase 1 staking future plans ما بليش هاد الشيء تري ديتاي contact us هذا بليا يقدر يكون غير سكام ماشي يقدر يكون فوق بروبابل انه يكون غير سكام حيت ما بليا حتى شي حاجه اللي كتبين انه ان بروجي لي سوليد ميتا نايت بيرفكت وورلد Perfect World, Green Monster, Santa Floki, World Flame Metaverse, Meta Speed Game, Clavis, NFT Guard, Ninja Fantasy Token. And je vois Ninja Fantasy Token, Fokash Khrej, toujours, نفس القضية, Fokash Khrej. شنو هو الاول تايم هاي ديالو علاش طاح علاش هذا شنو واش الفوليوم ديالو ديكريزا وما غيعاودش يطلع وشنو وقع شي حاجه دخلوا تشوفوا في الساط تقلبوا عليهم في لا كوميونيتي ديالهم في تويتر شنو كاين نينجا فانتازي ان اف تي هذا باين سي ان تروك ديال ميتافيرس ان اف تي بيان سور اش نقولنا نينجا ان اف تي سا بو اتر كيلكو شوز اللي هو انتريسون ça peut être quelque chose لي انتريسون المهم هادو من الطرق اللي تقدروا ديروهم ولا تبحثوا عليهم على كوينز في كوين ماركت كاب ولا كوين جيكو الطريقه الاخرى ولا هي الطريقه اللي غتكونوا كاملين كتعرفوا ولا الطريقه اللي غتكونوا كديروها هي تمشيو اليوتيوب تقلبوا على لي تيرم ديال 100x كوينز ولا 100x وتشوفوا لي يوتيوبر لي كاينين شنو كيديروا وشنو كيتفقوا عليه بتتخ مجموعه ديال اليوتيوبر قدروا في هاد القضيه طيحوا في كوينز لي هما ديجا انونسا ولا ديجا الهايب ديالهم داز دوكو لي نقدر نقول لكم هي تقلبوا بتتخ في الصفحات اللي كاينين لتحت وتمشيو تقلبوا في يوتيوب في ماشي في لي فيديو الاولى اللي غادي يطلعوا لكم ولكن في لي فيديو الاخرين والطريقه الاخرى هي عبر تويتر
تويتر الطريقه اللي غتقدروا ديروا بها هذه العمليه هي انكم بعدا يكون عندكم ان كونت تويتر وانكم تبعوا لي بيرسوناليتي اللي معروفين ديال الميتافيرس. تبعوا ايلون ماسك، تبعوا بيت بوي كريبتو، تبعوا ذا مون، تبعوا بزاف ديال الحوايج ولي هاشتاغ بيان سور تريندين ان موروكو. هنا عندك ميتافيرس، شوفوا شنو هما لي هاشتاغ اللي كاينين، شنو علاش كيقولوا هيز ذا رود اهيد اوف كري سيك. شوفوا شنو هما الكوينز، فالهالا ابديت فلوكي. تبعوا هاد لي هاشتاغ هادو، ديروا تابوناو للهاشتاغ ديال كريبتو ميتافيرس بحال سي با تيم. هذا بحال دابا كيهضرنا على الميتافيرس كوين، سي تركيا، ولكن حنايا سو كي نوز انتريس هو شنو مسكرين لنا. وايلدر وورز، وي ميكس، ذا ساند بوكس، ستار لينك، ستار اتلاس، داو وستار اتلاس، ديسنترلاند، بوسا غورا، ديفيجن نتورك، بولكا وار، راديو كاكا. الوغ هادشي هو لي ميثود باش تلقاو اللعب العملات ديالكم الانفجاريه. و توجور فو كونيسي لا ميوزيك، خليو عفاكم واحد لايك سور لا فيديو، ابونيفو سور لا شين، اكتيفي لا كلوش، و بيان سور فولوينو حتى سور انستغرام باش يكون عندكم لي ديرنيير نوفيل ديال لو موند ديال لي كريبتو موني. و نتلاقاو في اون بروشين فيديو بور اون بروشين ابديت على السوق ديال العملات الاقتصاديه وعلى العملات الانفجاريه. يلا الله يعاون. وإلا بغيتو حتى نتوما تشريو دي كريبتو، فيت ان سورت دو كليكي سور لو ليان دون لا ديسكريبسيون باش تقيدو في باينانس، باسكو فوزوري 10% دو بروموسيون على لي زاشا و لي فري دو ترانزاكسيون ديالكم. ميرسي دافوار ريغاردي لا فيديو، و موعدنا ان شاء الله لا بروشين فوا بور اون بروشين فيديو سور لي كريبتو موني. اوغ.